الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم أو راكبا معه خلفه، فقال: يا غلام، كلمات احفظهن، اتق الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الناس لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك. جفة الاقلام وطية الصحف. يوسف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذه وصية لكل مسلم. يقول: احفظ الله تجده تجاهك. يحفظ العبد ربه جل وعلا بطاعته، يراقبه إذا خلا في أي موضع، إذا نازعت نفسه لارتكاب معصية واقتراف خطيئة تذكر ان الله جل وعلا يراه، لان حفظ العبد لربه ان يتصور مراقبة الله له في كل موقف وفي كل حالة، في خلواته وعلانيته. واذا وفق العبد على ان يتصور ان الله مراقب اعماله وافعاله ويحصل عليه كل عمل يعمله، وانه يجازي المحسنين بالاحسان احسانا، ويجازي المسيئين بعدله جل وعلا اذا شاء. احفظ الله يحفظك، يحفظك عندما تلم المنمات وتعصف رياح الفتن وتتعزم المواقف وتضيق السبل وتنشد الأبواب، تجد فرج اللطيف الخبير، تجد عونه جل وعلا، وهو لا يخيب من استعان به ولا يخذل من توكل عليه، ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقل: تعرف الى الله في الرخاء. متى الرخاء؟ في الشباب. صاحب التقوى واستشعر الخوف من الله، وانظر لحاضرك ومستقبلك، تعرف الى الله في الرخاء في حال الصحة، اعلم انها نعمة من الله، فلا تجعل نعم الله جل وعلا وسائل لمعاصيه. تعرف الى الله في الرخاء. اذا مكنك وانعم عليك واظلك بظل امن وامان، فاعلم ان ذلك فضل الله. تعرف اليه في الرخاء، يعرفك في الشدة. عندما تضيق الأمور وتبلغ الروح الحناجر ويبلغ الخوف من الإنسان كل مكان،
تجد آثار تعرفك على الله في أيام الرخاء منتجة معرفة الله لك ومعرفة الله لعبده المحسن في وقت رخائه أن يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا الله جل وعلا دافع عن عبده من عباده فهو القوي المتين الفعال لما يريد الذي لا يرد أمره ولا يهزم جنده وهو لا يخلف وعده فهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين. وصايا عظيمة من المبلغ عن الله رسالاته يصيب بها حضر هذه الأمة وترجعان القرآن. ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء وعرفته الشدة يوجهه بأن يجعل مطالبه مرفوعة إلى الله. إذا سألت فاسأل الله. سأل الغني الذي يعطي ولا يستكثر ما أعطى. يعطي ويفرح بكثرة السؤال لأنه جواد كريم. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. استعن بالقادر على كل شيء. ثم يركب في ذهني ما جعله محلا لهذه الوصية. يخبره أن الخلق لا يقدرون على أن يضروا أحدا إذا الله جل وعلا لم يرد مضرته ولا أن ينفع أحدا إذا الله حجب فضله لأنه هو المعطي وهو الرزاق وهو الذي كل شيء إليه ومنه ولا يدفع بلاء ولا تنفع محلة ولا تفرد قربة إلا بتدبيره جل وعلا وقضاءه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يلفت نظر ابن عمه إلى الإيمان بالقضاء ليعلم أنه إذا حل أمر ولم يندفع أن ذلك مما جفت به الأقلام مما أمضاه الحكم العدل الفعال لما يريد. فلا يبقى عند العبد إلا التسليم والرضا وأن يحتسب الأجر من ربه جل وعلا لأن من رضي بالقضاء والقدر فله الرضا واكتساب الأجر ومن سخط واعترض واستنكر تدبير الله جل وعلا في خلقه ولله في خلقه شؤون فله السخط. هذه الوصايا العظيمة التي ينبغي أن يتلخاها كل مسلم يتق الله يحفظ الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سأل عن الإحسان وقال له أنك تعبد الله كأنك تراه قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك لكنك إذا اتقيته وراقبته حاطك بعنايته. وإذا الله حاط عبدا من عباده بالعناية وشمله باللطف أجل المكاره وسلم من
المصائب، وإن جاءه شيء أو مسه فله نسوة بالأنبياء والصالحين الذين قال عنهم سيد البشر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. لكن يعلم أن ما يقويه الله جل وعلا لا يقويه عبثا، وإن لحكم ظاهرة وإرادة نافذة، وأن ذلك في مصلحة العباد. فلو أن كل إنسان اهتم في حال صحته وغناه واطمئنانه وشبابه بالتعامل مع الله جل وعلا تعامل الراغبين فيما عند الله الخائفين من عذاب الله الموقنين بأن الدنيا غير، تارة أمن وارث وتارة تعصر رياح القلق، ولا يشكل ذلك في النفوس إلا ما يستشعره المسلم من السخون إلى لطف الله والالتجاء إليه. فالمبادرة بالطاعات والمسابقة إلى نيل الدرجات في أيام مراسم الخيرات وفي حال الصحة وفي حال الاستقرار والعمل وفي حال الغنى وفي حال الشباب يكون ذلك رصيدا عندما تثور القوى وتضعف الأحوال وتكثر المؤمنات والزمن مليء بالأخطار والبلايا والمحزون من حفظه الله. والله جل وعلا يدافع عن أولياءه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين يتعرفون إلى الله في الرخاء ويحفظون الله جل وعلا، يعلمون أنه يطلع على خواطرهم وما يترجلج في صدورهم وما يهمون بفعله، لكنه جل وعلا لا يؤاخذ على ما يكون في الخواطر أو يهم المرء به إذا عذر عنه، بل اقترف رحمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم أن من ترك سوءا وقد هم به يكتب له حسنة، وكرم وجوده اقتضى أن من هم بإحسان وأحسن أن يضاعف له الأجر بالعشرات بالمئات. عطاء لا حدود له والإحسان لا منتهى له، وإنما يضيع العباد على أنفسهم المصالح إن كانوا في صحة غفلوا، وإن رأوا أنهم استغنوا تجبروا وطغوا. وربما تسلط الشيطان على أفكارهم وجرهم إلى مراتب الضلال، أو أنساهم عفو الله فغفلوا عن التوبة ورفعوا في مراتب السوء
فينبغي للمسلم أن يتخذ من ساعات الليل والنهار أوقاتا يتأمل أحاله وما مدى تعظيمه لشعائر دينه، ينظر النعم التي يعرفها وهل قابلها بشكر المنعم، ينظر إلى توجهات الصالحين وهل ساورهم وعمل مثل أعمالهم، يفكر في الذين تصبحهم الأخطار وتمسيهم، عدو لا يرحم وياهل لا يقوى معه على صد العدو. ثم يتذكر الآمن المطمئن نعم الله عليه ليشكرها، فإن الله جل وعلا إنما يثبت النعم بصدق الشكر والمنعم جل وعلا بل يزيدها، كما في قوله جل القائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكنه توعد من ينعم عليهم ثم لا يشكرونه بالعذاب، ففي هذه الآية ولئن شكرتم إن عذابي لشديد، وفي آيات ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، يعني لم تشكر هذا الخير وتحمد المنعم به، ولم تعرف أن ما عندها إنما هو من الله والعباد لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، فعاقبها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذا اجتمع على أمة أو أهل بلد الخوف والفقر فهذا أسوأ لباس. الخوف لا يتركهم يمتدون وينتشرون في الأرض ويبتغون من فضل الله، والفقر معه بلية مرهقة إلى خوف يتملك العباد، فإذا لم يكن داعا فلا يستدام الخير إلا بطاعة الله وشكره. حفظ الله جل وعلا بالمحافظة على دينه، التعرف إلى الله بالإحسان إلى عباد الله إن كنت قادرا بما تجد به، وإذا لم تكن قادرا فلتجد بالكلام بالنصح والإرشاد والدعاء بظهر الغيب والتضرع إلى الله جل وعلا ليكشف عن المسلمين كل ضلة ويصد عنهم كل عدو وليعطفهم إلى دينهم انعطاف الراغبين الخائفين المهتمين بأمر الله الخائفين من مخالفة شرع الله. وفي هذه الأيام يا عباد الله وفي مثل هذه الليلة ليلة السابع عشر من صيامنا توافق ليلة يوم بدر يوم انتصر الحق على الباطل وارتفعت راية التوحيد وعلت واندحرت راية المشركين بنصر الله
وأيام الله قهلا. لا يأس منها، أيامه للمؤمنين وعلى الكافرين لا يأس منها، وإنما تستغل ساعات المناسبات، وإذا وافقت ساعات الظروف المجيدة تتذكر ويعلم أن نصر أولياء الله فيها لم يكن بكثرة ولا لقوة عدد وعدد، وإنما هو نصر الله يؤتيه من يشاء. فتشتغل هذه الأيام وما يليها والليالي وما يتليها بصالح العمل والافتقار إلى الله جل وعلا بأن يعز دينه ويرفع الأعواء عن كل بلاد الإسلام. والله جل وعلا يحب من عباده أن يدعوه، هو قادر على أن يفعل كل شيء ولو لم يدعوه، وهو يعطي عباده ما لا يحصى دون أن يطلبوه، لكنه جل وعلا يحب أن يشكروه ويحب منهم أن يسألوه، لأن سؤالهم ربهم جل وعلا عبادة، وهو ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، كما قال جل القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد لهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمرنا بالدعاء، بل بشر المسرفين على أنفسهم بأنه يغفر الذنوب جميعا إذا تابوا، بل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلمونا، ارجع إليه فهو يحب من عبده الفار عن طاعته إلى المعاصي أن يندم ويعود تائبا. والله تكفل بمغفرة ذنوب التائبين، بل اقتضى فضله وجوده وعظيم إحسانه أن يبدل السيئات التائبين حسنات. فلنحرص أيها المسلمون في هذا الشهر المبارك الذي أظلتنا عشره الأخيرة التي كان يستعد لها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالجد الزائد وهجر الفراش وكذا في المناجاة والتوبة والاستغفار، مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ومغفور أعلم بأنه معصوم من الناس، والله يعصمك من الناس، ونحن لا ندري هل صحت لنا أعمال وهل غفرت ذنوب، أو أننا وإن غفرت ذنوب نكافئها بأضعافها. فلنتخذ هذه الأيام مجانات صدق المناجاة وإعطاء هذه الليالي والأيام حقها من الرغبة فيما عند الله والخوف
مما يتوعد الله به المعرضين عن أمره. ليعلم كل واحد منا شعائر الدين وليستحي من ربه جل وعلا وقد أصح بدنه وأمنه في ليله ونهاره وعافاه ممن يضايقه في عبادته ويشق عليه ان تمسك بسنة نبيه. نعم لا حدود لها، دوامها يستدعي شكر العباد، فلنتخذ من ذلك يا عباد الله. هذا الزمن المبارك عدة نكسب بها ثواب الله جل وعلا والنجاة من عذابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم، مننت علينا بإدراك هذا الشهر وأمضينا ما أمضينا منه ومنا جمع كثير حول بيتك العتيق. نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعل ما يسرته لنا من خير وما وفقتنا له من طاعة سببا في خلاصنا من عذابك ووسيلة للفوز برضاك والسعادة بدخول دارك التي أعدتها أعددتها لعبادك الصالحين. ونسألك يا إلهنا أن تتقبل ما سلف لنا من أعمال صالحة وأن تتجاوز عن التقصير وما أكثره وأن توفقنا في بقية أيامنا وليالينا للعمل بما يرضيك والابتعاد عما لا ترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من كل سوء واملأها بالإيمان واملأها بخوفك ورجائك ووفقنا للتعرف عليك وأرادة في عندك وسددنا في أمورنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. واجعل بقية شهرنا هذا خير البقايا وأعمالنا تكون صالحة مقبولة ينفعنا بها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعز دينك. آمين. اللهم أعز دينك. آمين. وأعلي كلمتك. آمين. وانشر أولياءك واخذل أعداءك وأصلح يا إلهنا شباب الأمة وكذولها من ذكر وإناث واغفر لشيوخها وكبارها واجمع قلوب الجميع على تقواك وآمنا من مخاوف في الدنيا والآخرة إنك مجيب الدعاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واجعل ما حدث من حوادث وجنح وجرائم ختام السوء وأن يعقبها الصلاح والاستقرار والأمن وتعظيم الدين والصدق في قول والعمل وجل الإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين في كل مكان، اللهم اهد ضالهم وأشرع جائعهم واشف مريضهم وأمن خائفهم
وأرني فقيرهم وانتصف لمظلومهم يا إله العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين واغفر من المسلمين واغفر ذنوب المذنبين واخذ الدين عن المدينين يا إله العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح قادة الأمة من ملوك ورؤساء وعلماء ومعلم الخير ومعلم الناشئة واجعلهم جميعا دعاة صلاح وإصلاح ومعلم خير وفلاح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من وليته أمرا من أمر المسلمين فوفقه للرفق لعبادك والإحسان إليهم وأجب فيه دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم إذ يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي محمد شيئا فشق عليهم فاستبدله بمن يخافك ويرجوك ويرحم عبادك ويتقيك. اللهم أرنا في أعدائنا من اليهود والنصارى وسائر الكفرة عجائب قدرتك. اللهم أرنا في معتاة المظالمين المتجرئين على سفك دماء المسلمين عجائب قدرتك وخص بمزيد من النكال والعذاب اليهود في فلسطين وأعوانهم في كل مكان. اللهم أرنا في دولهم عجائب قدرتك عاجل غير عاجل واجعل ذلك يا إلهنا من أسباب استيقاظ المسلمين ورجوعهم إلى دينهم والنصح لك بإخلاص العمل ليدك الكريم ولكتابك بالعمل بما فيه من الأحكام والانفجار عما تضمنه من زواجر وحسن متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم وصدق التعاون مع من وليته أمرا من أمور المسلمين نصحا وإرشادا ودلالة على الخير ووعظا على ارتكاب الشر واجعل ذلك كله محققا للنفع العام يا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم